تتحدث عن أخذ أموال من المغادر ومن القادم، ألم يكن المحافظ على علم؟ ألم تصل شكاوى إلى جهات كبرى في النجف؟ أخبرنا عن ملاحظات بعينها وأنت موجود هناك وعلى اطلاع، وعن كثب أيضا. أنا أتكلم عن دراية، عندما أذكر هذه التفاصيل لا أتكلم من باب التسقيط السياسي أو الاتهام، لا يمكع إدراء بشعابها. نحن نعلم بإدارة المطار الخماسية، وقد ذكرت ذلك باللقاءات السابقة على قناتكم الشرقية، وذكرت بأن حق الرد مكفول. أسماء المتهمين بإدارة المطار هم أسماء متنفذة في أحزاب الآن هي تدير البلد، ذات الأحزاب التي تقاسمت ريع المطار هي تدير البلد. أما قضية دور المحافظ، كل محافظي النجف يدعون بعدم صلتهم بالمطار وعدم عائدية المطار إلى المحافظة أو وجود حساب مصرفي يربط المحافظة بالمطار. لا يوجد أي منفعة للمحافظة من هذه الأموال التي تستقطع من قبل المواطنين المسافرين. هناك مؤامرة حقيقية على مطار النجف لإلغائه، وليس فقط على قضية سرقته. لدينا مطار قريبا سيرى النور في منطقة خان النص على بعد 40 كيلومتر، اللي هو تابع لأعمال العتبة العباسية، مطار كربلاء. هذا عند افتتاحه سوف يؤدي إلى إلغاء مطار النجف والنفع منه. إذن هناك أيادي سعت وتسعى إلى جعل المطار بقرة حلوف فقط، من دون أي منفعة حقيقية أو من دون منهجية إدارية واضحة بإدارته وبإدارة موارده والانتفاع منها. أخي العزيز، عندما أتهم الأحزاب لست بمعنيا بالخصومة معهم، ولكن الكل يعلم بأن تحديد شخصية المدير وتحديد إدارة حتى المعينين داخل المطار هم في غالبهم الأعم الأغلب منهم جاءوا بتوصيات من قبل أعضاء مجلس محافظة سابقين، ويا ريت ينفتح حتى ملف التعيينات. لا يوجد موظف لأبناء النجف داخل المطار إلا وكان خلفه عضو مجلس نواب وعضو مجلس محافظة. المطار في وادي والنجف في وادي آخر.